color of the sound. Very clearly, this is our attitude. ممكن برضه يعمل هنت على الناس اللي معاها قبل النهار. اللي طبعا معروف ان احنا الليفر بتاعتنا هنقسمها تاني. فيها ستراكشر كده. في شيب ستراكشر. طبعا الاناتومي بتاع الجول بلادر الجول بلادر بتاعتنا بتبقى مبسوط. الطبيعي بتاعها كده. في شيب هي حاجه اسمها سيستم داكت. بتتحد مع حاجه اسمها الكومن. يكونوا حاجة اسمها كومن بايل داكت بتفتح في مين؟ السكند بارت اوف الدينا اسمها الجول بلادر طبعا كلنا عارفينها يعني تركيبتها في الاناتوم بتاع الدلات نفسه التشريح نفسه تبقى عبارة عن بير شيب ستراكشر تمام موجود سب وسط السب هيباتيك تحت الليفر على طول مباشرة يعني عبارة عن بير شيب ستراكشر ليها تتكون اناتوميكالي من حاجة اسمها الفندس بالبادي بالنك ودي دكت اسمها سيستيك دكت. السيستيك دكت ديت بتتصل او بتتحد مع دكت ثانيه اسمها الكومن هيباتيك دكت. الكومن هيباتيك دكت تكوينها ما بين عباره عن كومبينيشن ما بين الرايت هيباتيك دكت والليفت هيباتيك دكت. الليفت هيباتيك دكت والرايت هيباتيك دكت هما جايين من الليفر مجمعين نفسهم من الليفر كلها من الرايت والليفت لوب كونوا تو دكتس كبار اللي هو رايت وليفت هيباتيك دكتس. بعد كده كونت لي كومن هيباتيك دكت تحدث مع سيستيك دكت وكونت لي كومن بايل دكت ده السي دي اللي احنا بنقول عليها تمام؟ اهميه الجول بلادر زي ما احنا عارفين هو عباره عن اورجن بيتجمع فيه حاجه اسمها البايل العصاره البراريه تتخزن فيها اللي هي جايه من الليفر تتخزن فيها تمام؟ عشان تخرج مجموعه من الدهون او الاكل اللي احنا ايه بناكله تمام؟ الجول بلادر دي اهميه كبيره جدا في الكلينيكال لان طبعا الاورجنز اللي هي زي الابندكس كده والحاجات دي وانس هي انفليمد او بدا يحصل فيها مشاكل بتعمل كلينيكال مانيفستيشنز كده للعيان تمام الجول بلادر الحاجات اللي بتحصل فيها طبعا احنا عارفين ممكن يحصل فيه كوليسيستايتس سواء كابلر او نان كابلر هنعرف يعني ايه اللي بيحصل فيه هو طبعا دي اسمه اناتوميكال ده تشريح الجول بلادر نفسها والاناتوم بتاع الجول بلادر وازاي هي عباره عن ايه بتتكون طيب الجول بلادر في الالترا ساوند بتظهر ازاي؟ لما احنا بنبص على الجول بلادر في الالترا ساوند بتلاقي شكلها عامل كده عامل زي البير شيب او بتبقى في نفس الشكل برضه اللي احنا ايه قلنا عليه بتبقى عامله كده برضه فانتس بادي اند نيك وبعد كده سيستيك دكت وتلاقي في دكت كده ماشيه كده تحلق مع الكورن هيباتيك احنا ما بنشوفش الكورن هيباتيك في الالترا ساوند احنا بنشوف مباشره السي بي دي هي ماشيه تحت الجول بلادر عشان كده لما بنيجي نقسم السي بي دي بنقيسها مباشرة تحت الايه؟ تحت البول بلادر. تمام، ايه بقى الكلينيكال سيجنفيكانس بتاعت البول بلادر او في الالترا ساوند؟ الالترا ساوند عشان اشوف البول بلادر اعمل اكزامينشن فوق البول بلادر لازم في عدة شروط. العيان لازم يكون فاستنج. اقل حاجة من 4 لـ6 اورز. لو 8 يبقى كويس، فلازم يكون العيان صايم من بالليل عشان المراره تكون فاضيه من الاكل لان المراره فيها اورجنز كونتراكت مع الايتنج اول ما الانسان بياكل تنقبض عشان تفرز العصاره البراريه عشان تهبل فلما بتنقبض يبقى كونتراكتد انا ما بشوفهاش كويس في الالترا ساوند وبالتالي مش هينفع اعمل عليها كونتراكت تمام يبقى العين يكون فاستنج 4 لـ6 ساعات دي اهم شرط في فحص الايه المراره عشان كده قسم الاشعه لما يقول لي انت فطرت ولا حاجه ولا اكلت بسكوت شربت اي حاجه يقول لي لا مش هينفع تعمل بالذات لو خدت مثلا حاجه فيها لبن ولا من ده فتبقى المراه كونتراكتد بالذات مع الفاتي مينز البوست فاتي مينز